انطلقت فعاليات النسخة 27 من مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبلغ عدد المشاركين في المسابقة 85 متسابقا من 63 دولة، فيما يبلغ مجموع جوائز المسابقة 1,200,000 جنيه. محمد بهاء مراسلنا على الهواء مباشرة ينضم إلينا الآن لإطلاعنا على الصورة، كيف بدت هذه المسابقة أو كيف بدت هذه الفعاليات فيما خص حملة الكتاب الكريم؟ تفضل محمد. تحياتي لك أحمد وتحياتي للسادة مشاهدي أكسترا نيوز من مقر انعقاد فعاليات المسابقة النسخة 27 من مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الأوقاف بمشاركة 85 متسابقا من 63 دولة حول العالم، منها 30 دولة إفريقية، وهي أعلى مشاركة دولية وأفريقية على مدار تاريخ المسابقة التي تستمر فعاليتها حتى 13 من فبراير. الجلسة الافتتاحية بدأت في تمام الساعة 10 صباحا بحضور وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وإمام الحرم النبوي الشريف وعدد من المشاركين المتسابقين والمحكمين في هذه المسابقة التي تتضمن 4 أفرع في معاييرها، وهي أولها حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارسي العلوم العربية أو الشرعية، ثانيا حفظ القرآن وتجويده لأصحاب الصوت الحسن، والجديد في هذه المسابقة هو تخصيص فرع لقارة دول إفريقيا وهو حفظ القرآن وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الإفريقية، ورابعا حفظ القرآن وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12 عاما. هناك من المحكمين المصريين والأجانب والعرب منهم الشيخ عبد المحسن القاسم وهو أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وأيضا الشيخ محمد حشاد وهو الشيخ عموم مقارئ المصرية، والذين وجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه النسخة 27 من مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم. هناك بالفعل أحمد منافسة شرسة في هذه النسخة من دول عديد من الدول الإفريقية وروسيا التي رشحت 11 متسابقا في هذه المسابقة، وأيضا إضافة إلى متسابقين من عدد من الدول الإفريقية كمالي والنيجر ونيجيريا وكوتيفوار والسنغال وغيرهم من المتسابقين. على هامش فعاليات هذه النسخة من المسابقة هناك عدد من الندوات التثقيفية المصاحبة للمسابقة، وهناك أيضا زيارات لعدد من المعالم الحضرية والأثرية في محافظة القاهرة. جدير بالذكر أنه سيتم تكريم الفائزين من هذه المسابقة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مصر بليلة القدر في حضور دولي ومحلي، وأيضا سيتم تكريم المتسابقين والمحكمين من قبل مجلس النواب المصري حسبما أعلن السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف. ربما هذا هو كل ما لدي من المسابقة العالمية للأوقاف ولحفظ القرآن، وعودة مرة أخرى لك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محمد بهاء مراسلنا على الهواء مباشرة من مقر انطلاق فعاليات هذه الدورة لوزارة الأوقاف لمسابقة حفظة القرآن الكريم، شكرا جزيلا لك على الهواء مباشرة.